يا بسم الله يا كريم. فيرا واش قال؟ بسم الله مخازن الله مخازن الحبوب. الوجهه ديالنا اليوم هي مخازن او تحونا او شقال ببوت فرده، واللي كتعتبر رائعه من روائع الابداع الانساني بجبال الاطلس الكبير الاوسط، ومعلمه من اهم المعالم الثقافيه والسياحيه بجهد بني ملا الخنيفره. الطريق اللي غادي نسلكوه ما غاديش نرجعوا منه، وحنا مخيرين طبعا، ومادام الانطلاقه من بني ملال فاحنا غادي نمروا عبر فم العنصر، تيسويت، البراقيق، أربعان وقبلي، تيفيرت نيت حمزه، ثم بوتفرده موقع اوشقال، والعوده غادي تكون عبر اغباله، تيزينيسلي، نور، القصيبه، غرم الاعلام، تاكزيرت، فم العنصر. وبذلك غادي نتمتعوا بقسط كبير من المناظر الطبيعيه الخلابه اللي كتزخر بها جبال وغابات وسهول اقليمي بني ملال وازلال. والمسافه اللي غادي نقطعوها ذهابا وايابا في حدود 200 كيلومتر. لا بد من الوقوف في هذا المكان هذا من اجل التمتع بهذا الطلة البانورامية على قرية فم العنصر. وفم العنصر هي جماعة ترابية بإقليم بني ملال، وهي مركز قبيلة أيت سعيد وعلي، وعدد الساكنة ديالها بحدود 5000 نسمة. طلة أخرى على الوادي المؤدي إلى شلال أججر فم العنصر، وعلى الطريق اللي تفتتحت السنة الماضية أو ما قبلها لفك العزلة على مجموعة من الدواوير بأيت سخمان. ويمكن لنا كذلك نتمتعوا من زاوية غير مألوفة بمشاهدة قمة جبل تصميت الشامخ والمطل بكبرياء على مدينة بني ملال خاصة والدير بصفة عامة. بس
استراحات وفطور الصباح ستكون من تحت هاد القرقعات هادي واللي استضل تحتها اجيال واجيال. يوم باش دير خبز لا نديرو حاج انت اخويا حاج بسم الله. وقف بسم الله اخويا كتاي الحاج. لا اخويا درت القهوه وسميت سمعتي ولا؟ بالأجل نسمع. شايف الدراسة ما تعرفوني مناش. كنت نمشي في العطلة. ويمكن الواحد يوصل للشلالة أجرجر من الأعلى عبر هذا الوادي الرائع. ورغم أن هذه السنة كانت جافة شيئا ما، لكن الأمطار المتأخرة كان لها وضع إيجابي على المزروعات الجبلية، خاصة القمح والشعير. والملاحظ هنا أن الفلاح الأمازيغي ما زال متشبث بالأصناف المحلية كهذا القمح السنبلة السوداء. وبهذا المكان هذا اللي كيتسمى البراقيق والتابع اداريا الى اقليم الزلال، التقينا بهذا الشاب هذا الطموح عبد الله واللي دردشنا معاه شويه. فهو يدير مشروع لتربيه الحلزون وناشط بمجموعه من التعاونيات، خاصه تعاونيه زراعه الزعفران، واللي بدا كيشهد تطور كبير باقليم الزلال وبدا كيعرف تزايد في الانتاج ديالو سنه بعد سنه. دعانا لزياره مشروعه لكن الوقت لا يسمح بذلك، وسنعود ان شاء الله الى موضوع الحلزون. مع واحد ديري ديري في البلك وشوف ديري لنا مع الشريط بيان سور. اسمي عبد الله. سي عبد الله قبليه هي جماعة ترابية بإقليم الزلال وتابعة لقبيلة أيت داود وعلي، عدد سكنتها في حدود 5000 نسمة. ونخليكم مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة ما بين أربعة نقبلي وتفيرت نايت حمزة. Thank you.
تيفيرت نايت حمزه هي مشيخه وجماعه ترابيه تابعة لإقليم الزلال، وهي تابعة لقبيلة أيد داودوالي. عدد الساكنة ديالها في حدود 8500 نسمة. ومن الأشجار اللي عرفت تدهور كبير في السنوات الأخيرة هو هذه الشجرة هذه، واللي هي شجرة العرعار الفواح أو توالت، واللي كتحمل ظروف طبيعية قاسية كيقدر يوصل العمر ديالها إلى أزيد من 500 سنة. وكتتواجد كذلك بكل من تيفيرت وأنرجي وتقلفت وبعض المناطق التابعة لبوتفردة. وبوتفردة هي جماعة ترابية بإقليم بني ملال وتابعة لقبيلة أيت عبدي. عدد الساكنة ديالها في حدود 8000 نسمة. كتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة، وكيفتقر مركز هذه الجماعة هذه إلى ما يمكن أن يكون مصدر للتنمية المستدامة، خاصة على مستوى البنيات التحتية، مما يجعل شباب المنطقة يعانون في صمت في انتظار مبادرات تنموية حقيقية. فمركز بوتفردة لا يزال يشكو من جملة من النقائص، فلا زالت بوتفردة تعاني من ضعف كبير في المجال الصحي وغياب ملاعب القرب والوضعية الكارثية اللي كتعرفها مختلف الأزقة بالمركز الجماعي. توقفنا على جنبات الطريق السيئة جدا على مشارف بوتفردة لنسأل هذه العائلة عن المسلك المؤدي إلى أوجقال، فكان جوابهم نشربوا أتاي بعدا، وهذا ما حصل. وتحياتي وتشكراتي إلى عائلة السي حسن وخويا ببوتفردة على الضيافة. صاحبنا إلى المخازن الشاب يوسف، وهو من أبناء بوتفردة، واللي زودنا بمعلومات قيمة حول بلدته وحول هذه المخازن العجيبة. له منا ألف تحية. والمسافة بين بوتفردة والمخازن في حوالي 10 كيلومترات عبر هذا المسار، واللي 8 كيلومترات منه غير معبدة لكنها موصلة حتى مشارف تيحونة أو شقال. كتعتبر المخازن الجماعية بصفة عامة، واللي العدد ديالها في المغرب يزيد عن 570 مخزن، من أهم المآثر العمرانية الضاربة في عمق التاريخ المغربي، والشاهدة على عراقة هذه المناطق، حيث أملت ظروف خاصة على السكان اللجوء إلى بنائها، لا سيما الرغبة في تأمين أنفسهم وأمتعتهم وممتلكاتهم نتيجة الغزوات والحروب ونزاعات القبائل المتجاورة فيما بينها، والتي كانت سائدة إبان ضعف السلطة المركزية ليستقر بهم الرأي في إنشاء وإقامة الإيغودار، جمع أكادير ولا إغرمان أو أوجقال أو المخازن الجماعية. كانوا وجدوها بالأطلس الصغير الغربي وكذلك في الأطلس الكبير الأوسط، هنا بمنطقة أيت عبدي، كما نجدها بمناطق أيت عبد الله وإغرم وأيت بوغماز. وعادة ما يختار لها مكان مرتفع ومنيع ومحصن فوق الجبل أو الربوة، وهناك من اعتبر هذا النمط المعماري بمثابة الإرهاصات الأولى للنظام البنكي. فالأوجقال أو الإيغودار هي بنوك الأمازيغ، مكان مؤمن لحماية الممتلكات. بنيت هذه المخازن في القرن 17، ويقال على أن أول قبيلة استعملت المخازن هي قبيلة أيت ياسين والمتواجدة بين قصبة تادلة وبني ملال، والقبائل الأخرى كانت هي قبيلة أيت عبدي تابعة اتحادية أيت سخمان. وطبعا المخازن هي مخازن للحبوب بكل أصنافها، والسمن والعسل وكل حاجيات العائلات، كذلك هي مخازن الوثائق والعقود والصوف والنقود والحلي. أما الدافع لإنشاء هذه المخازن فهو النزاعات القبلية والتي كانت سائدة،
وحياة الترحال التي كانت نمط عيش الأسر الأمازيغية. وإضافة إلى أيتعبدي، هناك قبائل أخرى استعملت هذه المخازن، خاصة قبيلة أيت الربع وأيت وغد وأيت بولمان. كل قبيلة كتضع حارسها الخاص على بيوتها أو حوانيتها كما يحلو للبعض تسميتها. يختار الحارس بعناية للقيام بالمهمة سنة أو أكثر حسب تفانيه في أداء المهمة المقولة له. مقتدر الحال لا يكون فقيرا حتى يطمع في سرقة، ولا غنيا يمكن أن يتخلى عن المهمة متى شاء، فهو يتكلف بحراسة وفتح وإغلاق المخازن. أما الأجرة ديالو فهي عينية، عبارة عن شاة أو جدي أو معزة، صوف وحبوب وكل ما جاد به صاحب الحانوت. لكل حارس كلمة سر لا يعرفها إلا هو وكبار القبيلة. والوقت المحدد للولوج إلى هذه الحوانيت يمتد من الفجر حتى العصر. وهناك من يقول أنها بنيت من طرف قبيلة أيتيمور، وما أدراك ما أيتيمور، وقبيلة أيت ياسين فعد السلطان المولي إسماعيل، وطبعا بعد ذلك استعملت من طرف قبيلة أيت عبدي. معروف على أن الأوشقال مقسم على جوج، هناك التحتاني والفوقاني. التحتاني كيستعملوها أيت وغض وأيت الربع، والفوقاني استعمل من طرف أيت بندق وأيت بولمان. وبقات تستغل هذه البيوت هذه حتى سبعينيات القرن العشرين من طرف الساكنة. والمواد المستعملة في بناء هذه البيوتات هي مواد محلية وطبيعية، حجر وأخشاب وطين لا غير، وكلها متوفرة بالمنطقة. هذه الحوانيت التي يمكن لها أن تستوعب كذلك النساء والأطفال والشيوخ والماشية في الأوقات الصعبة، واللي هي غاية في المناعة والتنظيم، كتوجد بحافة جرف منيع على الضفة اليسرى لوضع الطاش، والموقع كيرتفع حوالي 1800 متر على مستوى سطح البحر. ومن ضمن الأسماء اللي كتطلق عليها كذلك كنوجدوا المطامر العالية، وتيفلوين عطاش، وتيحونان يتعبتي. وكتعتبر مخازن وشقال أداة لتحقيق أمن القبيلة في جوانب مختلفة، خاصة الأمن الغذائي. وبعضهم اعتبرها محطة خلفية للتموين اخطر بلاصه تخزين السلاح، استعملها مقاوم قبائل ايت سخمان. لا يبان الاجتياح الفرنسي للاطلس. يصل علو الجرف الى 60 متر، ويضم الموقع مساكن صغيرة ومخازن، كتميز المساكن بأبوابها ونوافذها، كما توجد على جدرانها أثار دخان الطبخ. أما المخازن فهي عبارة عن مربعات بفتحتين، واحدة في الأعلى وتقوم بدور التهوئة، والثانية في الوسط تستعمل لإدخال واستخراج المخزون. يصل طول المخازن إلى 200 متر، وتتعرض لتيار هوائي بارد غير مشبع بالرطوبة وبصورة دائمة، الشيء اللي كيجعل منها تكييف هوائي طبيعي للحبوب والمواد المخزنة. وبحكم الموقع المتفرد والعجيب، المخازن أوشقال تنجت حولها خرافات عدة، من بينها أن الأهالي تعهدوا مع الأفاعي والتي كانت تقتات على الفئران الموجودة بكثرة من أجل حراسة المخازن، وأن الحارس هو الوحيد الذي يمتلك سر التواصل معها. واعتبرت الغربان المحلقة فوق وضع الطاش حارسة
ليست متخفية في صورة الطيور، كما أن بعضهم يقر ويؤكد زيادة في كمية المخزون بفضل البركة، وهذا ما يفسر احتفاظ هذه المخازن بأغلب معالمها الأساسية ومكوناتها الرئيسية رغم عوائد الزمان. واقع المخازن الجماعية اليوم وما تتعرض له من إتلاف وانهيار ونهب كيفرض تدخل الجهات المعنية من أجل إتمام ترميم هذه التحف المعمارية لاستغلالها في المجال السياحي والثقافي، إذ أن المستقبل ديالها يكمن في توظيفها سياحيا وثقافيا وفق نمط يسير في اتجاه توجيه جزء من المداخل ديالها الساكنة المحلية حتى تستفيد منها كرافعة للتنمية المحلية، ولا بد من تصنيفها كتراث معماري وطني ثم كتراث إنساني عالم. وطبعا هناك محاولات حثيثة لترميم هذا التراث المعماري الفريد وجعله مقوما من مقومات السياحة الثقافية الجبلية، إلا أن هناك مجموعة من الإكراهات تقف عائق أمام هذه العملية، ومن أهمها كثرة الملاك للمخزن الواحد وعدم اتفاقهم وانخراطهم التام في سياسة الترميم، وكذلك عدم استقرار بعض الملاك بالمجال نفسه مما يتعذر القيام بمهام الترميم في غيبتهم. وبهذا نكون قد أنهينا الزيارة إلى موقع أوجكال ببوتفردة. العودة إلى بني ملال ستكون عبر طريق أغبالة تيزي نيسلي نور، والغداء والاستراحة بمنتجع تغبلوت بالقصيبة. لابد من الإشارة إلى شيئين مهمين. أولهما، أرجو من كل زوار مخازن أوجكال الاستعانة بأحد أبناء بوتفردة كمرشد، حتى ولو كنتم على دراية بالمسالك الموصلة إليه، فهذا سيكون له أثر جميل على نفوس أبناء المنطقة وستساهمون في تنمية محلية مستدامة. وثانيا، نظرا لارتفاع هذه المخازن وضيق المسلك المؤدي إليها في بعض الأماكن، يجب عدم التهور وأخذ الحيطة والحذر، خاصة للذين يعانون من دوار المرتفعات أو ما يسمى بالأكروفوبيا الأماكن المرتفعة، حتى تتم الزيارة في أمان الله. وإلى موقع سياحي آخر إن شاء الله.
لاحق كده قبيلة اللي لاحظت هو أنك شد صار مدبور زيبا زيبا مستحيل زيبا